مالك يا دكتور تنحت؟ مالك تنحت وبلمت؟ أنا لو حكمت على الأمر ده أبقى أخطأت. أنا طبيب مكاني المستشفية ما بفهمش في الإشعاعات النووية. حط صوتك قدام الرعية. يا جماعة العصفور ملوش لازمة نقرب أكتر من كده. منظرنا وحش قدام الرعية، اتلحلح شوية. أنا ما بفهمش في الزجاجية. كارثة. كل العلماء ما بيفهموش في الإشعاع. طيب بصفتك كبير الاطباء وليك في البلد باع، هدي الناس، هدي الصداع. واللي طلع فيه اشعاع. يبقى خلاص خلصنا حظنا كده، قربنا بعدنا خلاص اتلوثنا. انا عايزك تبقى راجل شجاع وتاخد حته من القماش تحللها. الريحه دي مش غريبه عليا. شمها انت بتعرفها. كونسنتريتد. نترك اسد عند النتريك المركز صح. ميه نار مهلوم. ميه النار بتاكل هدوم. يقولوا في صوت طالع من الصندوق. بقول لك ايه يا كابتن؟ هو الاشعاع بيعمل صوت؟ مش بالتاكيد. امال ايه اللي بالتاكيد؟ انا طبيب ما بفهمش غير في المعمل بالكشف والتحليل. انا بامرك تقلل التدليل. قول للناس مفيش اشعاع. ما اقدرش افتي في شيء اجهله. وانا اعمل ايه؟ نستنى 48 ساعة. ما دام العسكر والطبيب تنحوا يبقى بعد 48 ساعة على الاقل نوضحوا. ايه صحيت؟ صحيت ساتر يا رب. اما حلمت حته حلم خير. انا وانت احنا ماشيين ايدينا في ايدين بعض ماشيين مقنجين، فجاه راح طالع لنا تنين. تنين؟ اه تنين. هاي وجبته منين؟ ما بهزرش. الحلم ده خلانا ايه مرعوش. انا ما اقصدش. ها وبعدين؟ وبعد ما طلع التنين قعد ياكل في مين؟ هو ابتدى بيكي. واشمعنى انا؟ همالي ساليه. اسال مين؟ التنين. مش مهم، ما هو حلم. بعد ما كل كلك انت؟ قعد ياكل في الرعيه. كل الرعيه كلهم؟ بدا بهموش عشان ده رفيع قد فاتح شهيه، وراح دخل على احروس لانه كان دوز، بس كان قرفان قوي وهو بياكل في شلوت. المهم زقيد النهاية حصل ايه؟ انا وحش. يا رب يا رب انا افتريت. وانا كمان وحشة. انا جشعة عشان انا اللي عملت الوحش. يا ربي تتصوري صح، انت اوحش مني، انت اطمع. ايوه صح عشان انا اللي حررتك على الوحشة والجشعة. كنت دايما تقولي لي هات عاوزين نبقى مليونيرات. يا حروس طول عمري بحب اشوف اكوان الشلوتات وهي دي متعتي. كوبايه قرب. انا جيت اودعك اخر وداع بحق اللي كان بينا في يوم من الايام من اجتماع وضاع. مرات الله مرات سمعت اسم على لسانك جميل ولذيذ. انا عارفه ان انت زعلان مني، لكن عشتي معاك ما كانتش هتأمنني. صدقني يا براه، الحلم اللي حلمناه كان اهبل عبيط كذاب. بلاش العتاب، بلاش عتاب يا حبيب. بلاش عتاب، كلها 38 ساعة الا دقيقتين وكلنا هنبقى في التراب. دي اشاعة.
شعرك ريتش واللي قال كده كذاب انا عارفه. صدقيني صدقيني يا كوبايه، في دي بالذات انا مش مجنون. انا اللي حطيت الصندوق وحطيت جواه لعبه صغيره بتقول في بعد ما جمعتوكوا وفرحت بيكوا وكبرتوكوا انتوا تقعدوا وانا اروح. يعني البني ادم مننا يا اولاد يفضل يقرط على نفسه يقرط على نفسه يقرط على نفسه عشان يغتني؟ اتاريه بيقرط على نفسه عشان تقعد الفلاليت وهو يروح. طب ليه؟ ليه كل ده كان ليه؟ يا ما قلت لك وترجيتك مش رحت لك ان المال اتوجد عشان يساعدك مش عشان جمعه وتحويشه. احنا اللي هنروح والفلاليت هم اللي هيعيشوا. يا ريت صدقتك يا اختي، يا ريت صدقتك يا ضلايا. قلت لك كتير وانت اللي ما اقتنعتش. ما كانش الاشياء كنت هعيش. ما تبكيش. انا ببكي يا ليلى، ببكي يا ليلى من حرقة قلبي. لكن ما سمعتش كلامك يا اختي، سمعت كلامك كنت عايشتك وعايشت انا كمان. طيب افرض انك انت هتعيش واشعاع مفيش، هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ اللي هعمل ايه يا ولاد؟ هعمل ان انا هصرف وهبعزق وهعيش وهعيشك انت كمان يا هليله. طيب اندر. اندر ايه؟ اندر لو ما متش تنفذ اللي بتقول عليه؟ يا عم محفوظ، يا عم محروز والنبي انا مش ناقصك اعمل معروز. ده انا فيا اشعاع يشغل مدينه ملاهي بحلقه. بطل هزار. اندن والسلام، ما خسرتش حاجه، كلمه وقولها، لو عشت نفذها، ما عشتش ما خسرتش. يا رب يا رب يا رب يا ريت. طب والله العظيم والله العظيم هبطل تحويش. هتبطل تعويش؟ ما تقول احسن هبطل اعيش. انت ايه حكايتك؟ اشمعنى انت وعم رضوان بالذات اللي رايحين جايين عمالين تضحكوا وبتاكدوا ان مفيش اشعاع؟ ها اسم الله عليه مكشوف عنه الحجاب، طلع لابوه لا بيفهم حاجه ولا عمره راح كتاب. احنا لحقنا؟ ده احنا يا دوب خلصنا شهر العسل. عمري ما كنت اتصور ان احنا عن بعض نفسنا. ده الامل قدامي كان حريق. كنت فاكر ان العمر ممدود. اتاري العمر محدود. حافظه صفتي الى جنه الخلود. صفتي لو كنت زعلان مني في حاجه قولها لي. وانا لو ضايقتك في حاجه وضحها لي. ايوه يا صفتي انت كتير ضايقتني، رحت لمامتك وسبتني. رايح فين؟ رايح لامي، هترمي في حضنها. امي عايزاني جنبها. يلا يلا دي ورايا ورايا حتى وهي بتودع ربها. وانت انا جاي اطلبك وانا عامل رضوان. اتنيل يا جدال، جاي دلوقتي بفضل الساعات 30 والمزارع الاشعاع كان فضل 48. كنت بفكر اجيب لك ايه معايا بس لقيت كل الدكاكين مقفلين. ده وقت الهدايا، ما تسيبش تتنيل تبقى معايا. ما احنا اخر مره جينا له انا وامي وابويا على حاله ما رضيش يقابلنا. حتى بالاماره امي كذبت علينا وقالت لنا عنده تقوس. انا سامح الخرفان، عارف انا ليه ما قابلتكوش ولا لسه ما فهمتوش؟ عشان الرجاله اللي غير ابوك في الاتفاق ما يرجعوش، واللي هنا واللي ده ما تعتبوش. ما ترفضوش طبعا حضرتك، وحضرتك طلب ما ترفضوش طبعا. حضرتك هتقابل ربنا زينا طبعا. ممكن تشوف لنا مأذون يكتب لنا؟ يا ريت يا ريت يا عمنا، من نفسنا ربنا يخليه، من نفسنا نتجوز وقعد عليا في ال 30 ساعه الفاضلين اللي مش هطلعها. قول يالا من هنا.
بتطردني على ايه؟ ما كلنا مروحين. لا حول ولا قوة إلا بالله، مش كده يا عباس، اسند نفسك. اسند نفسي بأمارة ايه؟ اسند نفسي بأمارة ايه؟ بأمارة الإشعاع ولا التنين؟ يا ابني دي كلها إشاعات، الناس كلها متوهمين، وأنت بالذات المفروض تتماسك. أتماسك؟ أتماسك هو الراجل أتماسك قدامه ماسك لي سيف حبرزه؟ ده عمر يا حبيبتي، عمر. على رأي المثل، إذا جالك الطوفان حط مراتك تحت رجليك وعدي. اخص عليك يا عباس، هتعدي عليا؟ حبيبتي أعدي من أنا حصلك من حفلة. طب أقول لك دي؟ هو ايه دي؟ انت بتكلمني انا؟ ايوه بتكلمك انت، تعالى سامعني؟ ايوه يا بيه سامع. على راي المثل اللي انت قلته دلوقتي، لو جالك الطوفان حط عباس تحت رجليك وعدي. هلا؟ بعدين انا ايه اللي بيني وبينك؟ حته العبد دي اتفضل خدها ليه؟ هات البنطلون كمان؟ لا بلاش ده. اوعى ما تسكتنيش. اوعى انا شلول. اوعى عباس هخنقك. شلول. اوعى. قدارين حتى شلوت اللي كله بارومة. معذور، ما هو في الساعة دي لا في أمير ولا في غفير. المنظر ده مخليني مخنوق، انا لازم افتح الصندوق. لا انا وياك يا رضوان. رايح فين يابا؟ وانت يا عم رضوان رايح فين؟ رايح افتح الصندوق يا هليله، هسترى معانا ربنا ونفدنا بعمرنا، روحنا فيها كلنا. ليه عايز تفتحوا ليه؟ مستكتر علينا الساعات القليله؟ لازم نقطع الشك باليقين. ما دينا قاعدين، عليه مستعجلين. يا اهل اورجانزا، انتم مستعجلين؟ لا مستعجلين. اديك سامع، ما احناش مستعجلين. هاي القعدة دي كمان مش ممكنة، إذا طلع إشعاع سرعنا بعمرنا، ما طلعش إشعاع رقصنا على حظنا، افتح يا رضوان. لا لا ما تفتحش يا رضوان. هتفرق معاكوا إيه الكام ساعة اللي فاضلين؟ ليه على الموت نص 40 ما تخلونا عايشين؟ الله هيعملوا إيه الساعتين إذا كنا كده ميتين وكده ميتين، افتح يا رضوان. صدقوني صدقوني الصندوق ده خدها إشعاع حقيرة. ده منظر صندوق يتحط فيه اشعاعات نوويه، جابولنا فلاشه الجرمانيه وشفنا كلنا في المرئيه شكل الاشعاعات النوويه دي. شكلها شكلها ولا مش شكلها بقى يا رضوان؟ سيبنا نعيش 41 ساعه اللي فاضلين. طلعت اشعاعات يبقى خالصين، ما طلعتش اشعاعات يبقى لعمرنا كسبانين. والله العظيم هيطلع تقريب وكلكم هتندموا. هي المناكنة هنا كمان يا رضوان. يا اهل اورجانزا الحبيبه، انا جاي اخفف عنكم المصيبه. يا اصحابي يا اهلي يا جيراني، انا جيت اخدكم في احضاني، ويوميا هتفطروا معايا لحمه ضاني. انا جاي اديكم كل فلوتاتي، كل فلوتاتي. كل فلوتاتي هتنفي حبه من اخطائي. خدوها يلا خدوها. انا طبعا عارف ان انتوا مفيش حاجه في نفسكم دلوقتي عايزين تشتروها، انما خدوها. وطوا وطوا خدوها بكل عزه وكرامه، علقوها وفي البيت خبوها، يعني بالبلد يحوشوها. الفلوته البيضة هتنفعكم في ايامكم السودا. يلا خدوها بقى خدوها. انتوا مش عايزين تاخدوها ليه؟ طب خليكوا شاهدين، انا حاولت اهو ابقى من المحسنين، بس انا بقيت من المحسنين وانتوا اللي مش عايزين تشهد ان انا بقيت من المحسنين. طب هتكذبوني. مش فاهم انت ليه مش عايزه تقتنع بالاشعاع؟ لاني مفيش اي شيء يؤدي بيا الا الاقتناع. بس الرعيه بتقول انت المسؤول، انت اللي لازم تتاكد من القول.
تتكلف على عملة تعملها التاريخ يذكرك بيها ويمجدها. قولي. اخرج الميدان وافتح الصندوق. ده انا كنت اقع من طولي. مادام انت في الاخر مقتنع انك هتقع، يبقى ايه لازمتها ال 28 ساعة اللي فاضلين؟ هم برضه حلوين. افضل قاعدين ال 28 ساعة اللي فاضلين. قاعد مقرفص ومرعوب ووقف كل الحياة. لازمته ايه الوقت اللي فاضل عشان تحياه؟ خلصنا من الورطة اللي احنا فيها، مش لازم تتملص. اعمل عمل مجيد. انت القائد. اخرج بكل شجاعة وافتح الصندوق. طلع الاشعاع، خلصت الاعمار. ما طلعش الاشعاع، نقيم الفرحة بالانتصار. وساعتها الناس كلها هتحتفلك. عاش عباس يار. عندك حق يا مراتي. دي احرج لحظة في حياتي. وانا لازم اتصدر لها. عظيم يا شهرزاد. انا عايز اعترف لك، انا بعد ما طلقتك والرعايه طلبت بردك نزلت في وسطهم سالتهم، اكتشفت ان حبك في قلوبهم اكتر من حبي في قلبهم. ساعتها احترمتك وقدرتك. احبك وانت طاهر ونقي. وانا من اللحظه دي لله حتقي. يلا يا عباس بكل شجاعه اخرج للناس وافتح الصندوق وطلع الاشعاع. هفتح الصندوق على الضفتين، بس على الله التنين يزدق وياكلك انت والرعيه وانا بعدين. وفي الحقيقة أنا وجدت نفسي لازم أجي أتكلم مع شعبي، شعبي أرجنزا الحبيب، بناتي، ستاتي، أخواتي. قالت هتعمل لي فيها حاكم، ما تديها. أنت بتتكلم يا ابني، أنت في غيبوبة مش فاهم بتعمل إيه. أنا سكت لك عشان أنت قاصر. انزل يا شلوت افتح الصندوق. نعم، عايز تعمل بطل على حسابي قدام المصورين والجورنالجية؟
ولما يحصل لي حاجه منها ارد عيال. ايه ربي لك عيال؟ ايه انت متجوز؟ لا. عندك عيال؟ لا. عرفت انك في غيبوبه؟ انزل انزل افتح الصندوق وحدي لك هديه. هديه؟ سلامات يا عيني. مولاي مولاي كل العالم ده المصورتيه والبرمنجيه والكامنجيه وكل الناس اللي بتبرع ديه مستنيين تسجيل اللحظه التاريخيه. اكتب يا مولاي التاريخ وروح واتكل بقى وافتح الصندوق. يلا افتح الصندوق انت يا هموش. انا عينيا ما بيشوفوش مش هفتحوش. طيب افتح انت يا عحروس. لا انا ايديا ورجليا لسه ما خفوش. وبعدين التاريخ بيكتبوه الحكام مش اللي زيه زي هموش. انتوا اعوان ما تنفعوش، وقت الازمات ما بتسدوش. انا يا مولانا افتح. برافو اهو ده شجاع ابن بلدي من شعبي فارس شجاع اسمه رضوان. افتح الصندوق يا رضوان. والله العظيم دي حاجه غريبه لما تبقى كل البلد شجعان وجنبك جبان. يا ابني انت بتطلع كده زي ال الله يحفظك يا شيطان. انت ايه اللي وقفك هنا؟ انت بتقف جنب الحكام المسؤولين تقف تحت ولا انت عارف باذن الله لما ربنا هيطول في عمري هعمل فيك ايه؟ هقلبك قرد. ولو ما طولش خلاص خليك حمار زي ما انت. ايه يا اخي في ايه؟ انتوا ايه اللي موقفكوا كده؟ زجع بس يا وانت ايه اللي خرجتهم من الديار؟ مراتي حبيبتي. ما بنتي انا ويا بابايا. بنتي حبيبتي. يا سلام هو ده مش ده اللي قلته ان الاشعاع كله؟ الراجل سليم الحمد لله وقلبه صاحب ينبض زي الساعه. انا كنت عارف ان ده هيحصل. انا كنت هفتح الصندوق يا ولاد مش خايف صدقوني، وكنت هخليكم تموتوا على روحكم من الضحك. وقتها قلت ده، قلت ان ده هيحصل. حتى قلته للبتاع ده. انا مش قلت ان ده هيحصل؟ وتسمعني ادي جاء لي فلاليتي حصلت فلاليتي.